معروف المصلحة أو المواد بتوعه مخلص، يعني مش مجرد يعني أنتوا دي الميزة عندنا، إن لو في حاجة إحنا بنعمل وان ميتنج على طول مع رئيس المصلحة ونشوف المشكلة إيه ونحلها. فيعني حضرتك اطمن إن إحنا هنوصل هذا الكلام، أنا هتكلم معاه شخصيا في الموضوع ده بقوة، لأنه لازم يبقى فيه نوع من المرونة زي ما حضرتك. بس اتفضل بعدين ناخد بريك كده لمده نص ساعه. تاني الشكر المحاسب القانوني، حضرتك كمان انا كده عايز اعرض على حضرتك ان في بعض قرارات كنا مضافه كان بينام لحاجه بما معينه للاقرار، كان في مشكله في الاقرار كنا بنرجع نعمل حسب التوزيع. تمام؟ لو في مشكله في الاقرار في البيانات بتاعت المعينه، فهل الامكانيه ده تكون متاحه في الاداره شركات الاموال؟ في خطا في جدول في بعض بيانات جدول مثلا داخل الفريق او المؤسسات، هل انا هيبقى ان انا احسب بيانات جدول فقط ولا احسب بيانات الاقرار كلها؟ لا، هو الاقرار الالكتروني هيديني برضه نفس الميزه اللي انت بتاعت ان الاقرار معدل. واخد بال حضرتك؟ فانت عندك الاوبشن انك تعمل اقرار معدل، مش عارف محدد. وفي اقرار معدل لو حضرتك في خطا في بيان او خطا في كتاب حاجه حقق الفيزا تعمل اقرار معدل على السيستم الثاني.